هاتفيا ينضم الينا الاستاذ طارق البرديسي خبير العلاقات الدوليه. استاذ طارق يعني برحب بك في البدايه، خليني ابدا معك بهذا الخبر. يمكن دعت منظمه الصحه العالميه كل المانحين وبالاخص طبعا الولايات المتحده وعدد كبير من الدول الاوروبيه منها طبعا حتى سويسرا وبريطانيا بعدم تعليق التمويل لوكاله الأونروا. كيف تقرا هذه الدعوه وهل من الممكن ان يتم بالفعل استقبال و الاستجابة لهذه الدعوة إذا أمكن القول؟ تحيات لحضرتك ولكل المتابعين. طبعا السؤال حضرتك من شقين، الشق الأول فيما يتعلق بدعوة منظمة الصحة العالمية هذه الدعوة نتيجة هذه الظروف القاسية شديدة الوطأة القاتلة التي ستسبب ذلك العقاب الجماعي لأهالينا العزل في غزة. وتصور انه يعني باتت كل المنظمات الدوليه، منظمه الصحه العالميه، الأونروا، محكمه العدل الدوليه، الجمعيه العموميه، حتى مجلس الامن المسؤول فقط من نتيجه استخدام امريكا للفيتو، كل المؤسسات الدوليه كلها تناشد وتطالب بضروره وقف اطلاق النار وعدم اباده الفلسطينيين وتحقيق يعني الحقوق الاساسيه الاوليه لهؤلاء باعتبارهم يعني بشر يلزم أن يتمتعوا بالحماية والحقوق الأولية والحق في الحياة. أما بالنسبة لعدم يعني بالنسبة ردة الفعل، أتصور أنه ردات الفعل واضح أنها تسويف وإرجاء ومماطلة ووقوف بجانب الكيان الصهيوني. أستاذ طارق، ونحن نتحدث عن هذه النقطة تحديدا، يمكن هناك ادعاء من قبل الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا وحتى سويسرا، هم يدعون بأن يريدون وقف هذا التمويل لوكالة الأونروا لأنها تقوم بدعم جماعة حماس أو حماس بشكل حتى لو كان غير مباشر. كيف قرأت هذا الادعاء من وجهة نظرك، وإلى أي مدى يعني يعكس الصورة لهذه الدول بأنها لا تملك أي إدانة ولا يوجد أي إدانة من قبل هذه الدول لما تقوم به إسرائيل تجاه سكان قطاع غزة؟ لو كان هذا الكلام يعني منطقي او شبه منطقي او يقترب باي شكل او فيه ذره من تفسير او وجاهه او منطق لا تقبلته واستوعبته هذه المنظمات، منظمه الصحه العالميه، وكاله لا نتحدث الان عن وكاله الأونروا، ولكن منظمه الصحه العالميه، محكمه العدل الدوليه، كل الجهات كلها تطالب بعدم وقف هذه المساعدات. وحتى ولنفترض جدلا ان ثمة موظفين متورطون في ولهم علاقه بحماس، فهل يجوز يعني تجميد كل الاموال التي تقدم للأونروا ام فصل هؤلاء الموظفين ان كان هذا الادعاء حقيقيا؟ اذا هناك خطوات سهله يمكن اتخاذها. يعني اولا لا يمكن تجميد هذه المساعدات، يمكن التحقيق مع هؤلاء الموظفين إن كان هذا الاتهام حقيقي، لكنها كل هذه يعني أسانيد واهية، يعني لا تستطيع أن تقف على قدمين ثابتتين وليس لها منطق. وإنما هذا التجميد لتلك المساعدات يعني انطلاقا وكأنه رد على هذه المحكمة، محكمة العدل الدولية، بدلا من الاستجابة، بدلا من الضغط على الإسرائيليين بتحقيق وبتنفيذ هذه التدابير التي طالبتها محكمة العدل الدولية، الاتجاه إلى العكس وكأنهم يعاقبون الفلسطينيين وعقاب بشكل جماعي كما أكدت كل المنظمات. نعم، بالحديث عن قرار محكمة العدل الدولية، الحقيقة أن هناك قرار من محكمة العدل الدولية بخصوص القضية اللي رفعتها طبعا جنوب إفريقيا، أصبح هناك حتى من اللحظات الأولى خروج لعدد كبير جدا من التظاهرات الغاضبة في عدد كبير جدا من عواصم الدول الأوروبية. هناك موقف أيضا من قبل الدولة المصرية واضح وقوي منذ بدء العدوان طبعا بلقاء السيد الرئيس لعدد كبير جدا من قادة ورؤساء دول العالم، تحدث فيه عن كشف هذا المخطط الإسرائيلي وفشل المخطط الإسرائيلي
في سواء جر الدولة المصرية إلى حرب وإنهاء عملية السلام، أو من ناحية تانية حتى مسألة التهجير القسري لكل سكان القطاع، وموقف أيضا صارم من بعض الدول العربية. بعد كل هذه المواقف وما يحدث من تحركات دبلوماسية وتحركات سريعة على مستوى الدول العربية وحتى بعض الدول الأوروبية، على ماذا يكون التعويل، ولماذا يكون هناك تعنت وما زال هناك تعنت من قبل إسرائيل يعني تجاه ما يحدث في هذا التوقيت بالرغم من كل ما يحدث من تحركات دبلوماسية من بعض الدول؟ بالفعل رغم كل هذه الجهود الدبلوماسية وتلك التحركات التي أشرت إليها، وأتصور أن دور الدولة المصرية كان هو الدور الأكثر نصوعا ووضوحا، ذلك أنها عقدت ودعت المجتمع الدولي وأذنت فيه بالاجتماع هنا في القاهرة، قمة القاهرة للسلام، للتصدي الثوري لهذه المأساة الإنسانية وللبحث عن الجذور الحقيقية الأساسية لهذه المشكلة، وأن السياق ليس سياق أعمال إرهابية كما تدعي الدولة الإسرائيلية، وإنما هو سياق استيطان. هناك ما قبل 7 أكتوبر، والمشكلة لم تبدأ في 7 أكتوبر كما أكد الرئيس السيسي. أيضا كانت هذه الوقفة وهذا الخط الأحمر الذي خطه الرئيس السيسي أنه لا تهجير وأنه لا مساسة بالأمن، بأمن القومي المصري، وكما خط الرئيس السيسي خط سيرة الجفرة في الغرب، خط هذا الخط أيضا وتقبلته واستوعبته الدول والقيادات والزعامات في أوروبا والولايات المتحدة لموقف الدولة المصرية، موقف كان واضحا راسخا قويا. أيضا يعني عدم تلقي سيادة الرئيس المكالمة الهاتفية من نتنياهو اعتراضا على هذا السلوك وذلك الإجرام الصهيوني. أيضا عندما يعني غادر الرئيس السيسي ولم يلتقي برئيس جو بايدن عندما كانت هناك قمة بينه وبين الرئيس الأمريكي والعاهل الأردني، فرفض مقابلة الرئيس، كل الرئيس الأمريكي، كل هذه المواقف القوية والحاسمة من الرئيس السيسي رسالات مهمة، بالإضافة إلى هذه الأدوار والمسارات المتعددة التي تتخذها الدولة المصرية. الدولة المصرية رائدة، الدولة راسخة، الدولة أكدت أنها مع أنها ترحب بأي نشاط أو بأي تحرك دبلوماسي دولي، سواء كان من الجمعية العمومية، سواء كان من مجلس الأمن، سواء كان حتى من محكمة العدل الدولية، رغم أنها ترحب بكل هذه الخطوات، إلا أنها كانت تأمل وأن تطلع محكمة العدل بدورها وأن تأمر بوقف إطلاق النار. كان من المطلوب يعني هذا الحكم المؤقت، هذا التدبير العاجل السريع الذي لا علاقة له بالموضوع. الموضوع نعرف جميعا أنه سيأخذ سنوات، ولكن هناك إجراء وقتي كان على المحكمة أن تقرر فيه تدبير بأن تطلب من إسرائيل أن تتوقف فورا عن هذه الضراوة، هذه البشاعات، هذه المجازر. لكن وجدنا يعني التوازنات السياسية للأسف الشديد، عدم الرغبة في إصابة الولايات المتحدة، عدم إحراجها، جعلت المحكمة وكأنها تمسك العصا من المنتصف ولم تفصل في النزاع، لم تفصل أصلا في الإجراء الوقتي العاجل، ولكنها بدأت تفصل وبدأت يعني تقول إن المفروض أن هذه التدابير تقوم بها الدولة الإسرائيلية. طب ما إسرائيل نفسها يعني تدعي وتزعم أنها لا تقوم بحرب الإبادة، فكيف تطلبين منها ألا تقوم بالإبادة، ثم تقول تطلب من دولة إسرائيل أن تحافظ على الأدلة التي سيثبت فيما بعد أنها ارتكبت من خلالها الإبادة؟ يعني كلام غير منطقي. كيف تطلب من المتهم، كيف تطلب من الفاعل المجرم أن يحافظ على الأدلة التي ستدينه فيما بعد؟ يعني هذا تسويف وإرجاء، هذه مراوغات. يعني الفصل الجنوب إفريقيا تطلب منك تدبير احترازي يا محكمة، يوم المحكمة تطلب تنقل التدبير الاحترازي إلى إسرائيل، إلى الخصم، إلى المتهم، إلى المجرم. فأمر غريب وأمر يعني عبث. الحقيقة أستاذ طارق هو ليس بالأمر الأول أو الجديد يعني منذ بدأ هذا العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة. على أي حال أنا بشكرك شكرا جزيلا أستاذ طارق البرديسي خبير العلاقات الدولية، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لحضرتك يا فندم.